بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والأربعون. قرأت درس معاني الكلمات. سوزلاني ما نالر معاني الكلمات ولد. شجاع قرقمس جاسور. شجعان قرقمس جاسورلر. جبان قرقاق يوركسس. جبناء قرقاقلر يوركسسلر. صديق دوست أصدقاء دوستلر. عدو دشمن أعداء دشمنلر. غني باي أغنياء بايلر. فقير كمبغل فقراء كمبغلر ناتشرلر. شيخ قرية شيوخ قريالر. عجوز كامبر عجائز كامبرلر. فتى ياشيجيت فتيان بو كوبليجي ياشيجيتلر. فتاة قس قسشة فتيات قسشلر. ليس إمس هو ليس أو إمس. أنت لست سين إمسا أنا لست من إمس من. هذا الرجل شيخ بوكش قريدر. هذا الرجل شجاع بوكش شجاعت ليدر جسوردر. هؤلاء الرجال شيوخ بوكشلر قريدر. هذا الشيال ليس بغال بوشتان بغج قمة إمس. أنا شجاع وأنت جبان من شجاعت لي جسر من والسينيس قرققسا. هذه العجوز فاضلة بو قرية أيال فازلة فزيلت لي أيالدر. هذا عدوك بو سينين دشمنين. هذا الرجل ليس بجبان بوكش قرقق إمس قرقق إمس. هذه المرأة ليست بعجوز بو أيال قاري أيال إمس. بيج معنا بيرميمس بلاند معنا بيرميمس قاري أيال إمس قيامز بولد يعني لغوي معنا سنة بيرمز ده مثلا عجوز قاري أيال بس قاري أيال ليست إمس دو قيامز. أنت صديقي سين مينينج دوستم سن. هؤلاء أعداؤنا بولر مينينج دشمن لرم بزنين دشمن لرمز أعداؤنا. هذه الفتاة بنت تلك العجوز. من بقصش أنا هو قاري أيالين خز. صديقك عالم سينين دوستين عالم در. صديقي ليس بمريض مينين دوستم كسل إمستر. قاد صديقين صديق قنا معنا بير ورسك و أتشكن بولامس و زينيس تغلق ألس. صديقي مثلا مينين دوستم بس صديق قنا بزنين دوستم معنا بير ورسك ممكن. عدوك ليس بشجاع سنين دشمنين شجاعت لي جسور إمستر. أنا لست بغنيين من باي إمس من. هم ليسوا بفقراء أولار كم بغال ناچار إمسلر. أنت لست بمجدهد يا زهرتو سين ترشقاق إمسان إي زهرة. أنتم لستم ببخلاء ببخلاء سزلر بخل إمس سزلر. هذه الحقيبة ليست برخيصة بو شمدان أرزان إمس. هم ليسوا بكرامين أولر خرمت لي إمسلر يعني خرمت لي كشلر إمسلر. هؤلاء النساء عجائز بو أيالر قري أيالر در. جدي شيخ كبير منين بابام كتة قري در. الشيوخ أنا بكلم استبدنا. الشيوخ يكرمون قريالر خرمت قلنا دلر. أكرم الشيخ قريان خرمت قلين. أكرم العجائز قري أيالر خرمت قلين لر. هذه الفتاة معلمة بو قسجة معلم أيالر قس. هذا الفتى فاضل بو بولا يجد فزيلت لي بولادر. أكرم الشيوخ أيها الفتيان أي بولالر أي يجدلر. قريالرن خرمت قلينلر.